طبعا هذه ربما تعتبر العامل الإيجابي الذي سيكون بين اللاعبين، يعرفون جيدا بأنهم يكفي بأن يحققوا الفوز ويمكنهم التأهل ومحو خيبتي المرحلة أو المباراتين الأوليين، وهم يعرفون جيدا أيضا بأنهم يملكون من الإمكانيات ما يمكنهم من التألق في المباريات المقبلة. هذا أيضا عامل مهم. هناك أيضا سلسلة المباريات 35 والعبء الذي كان يحمله اللاعبون على كاهلهم الذي تخلصوا منه الآن، الخوف من التعثر وعدم الخسارة، العمل على عدم الخسارة عوض العمل على الفوز. هذا أيضا عامل مهم، إضافة إلى أن الجميع اليوم يعرف بأنه ليس لديه ما يخسره. الأهم هو تقديم وجه جيد وأيضا محاولة الفوز، اللعب بالإمكانيات التي نمتلكها، وإذا تمكننا من تحقيق هذا اللعب بالإمكانيات التي نمتلكها أعتقد بأن المهمة ستكون أقل صعوبة وتعقيدا.